بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول هل النميمة والحسد من مبطلات الصيام؟ لا، لا تبطل الصيام، ولكن تنقص الصيام ويأثم بها لأنها محرمة، وفعل المحرمات والمعاصي ينقص ثواب الصيام لكن لا يبطله، إلا مبطلات الصيام المعروفة من أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك مما يبطل الصيام. نعم.